الإصحاح الرابع: هجرت الأرباب الأرضين أرض جبتانة إلى جنة الأرباب في السماء، وحكم رع على الشياطين والجن بأن تتحول إلى كائنات لا يراها الحيوان البشري، وتستطيع هذه الكائنات أن تهمس للبشر فتقترب في أفعالها من الشياطين، وربما تستطيع هذه الكائنات البشرية أن تتجه إلى الخير فتقترب في أفعالها من الكائنات الإلهية. في أدغال ومستنقعات النيل عاشت حيوانات وزواحف الأدغال، كما عاشت المسوخ والتنانين والمردة وأبي الهول ذات الوجه البشري والجسد الحيواني. أما الحيوانات البشرية التي تفرعت عن سلالة الأرباب وهم الجبتيون، فقد عاشوا إلى الغرب وإلى الشرق بعيداً عن أهوال أدغال النيل، وكانت معظم أنسال الأرباب من الحيوانات البشرية تقطن الغرب. بعد أن هجر الأرباب الأرض إلى السماء، كانت جنة الأرض لا تزال يانعة، لكن رويداً وجيلاً بعد جيل بدأت المياه تقل في الشرق والغرب، وبدأت الحيوانات البشرية تتصارع فيما بينها على ثمار الأرض ومناطق الصيد والنفوذ، وتحولت العائلات البشرية إلى قبائل متصارعة يأكل بعضها بعضا، وأصبحت جنات النيل المعروشة مطمحا لأسر الحيوان الإنساني. إلا أن الإشارات والشائعات المبهمة بين أسر الحيوان البشري عن أدغال النيل وما تحويه من مردة وتنانين وتماسيح والأسود والنمور وفيلة متوحشة وزواحف طائرة وطيور جارحة قادرات على اختطاف الرجال والحيوانات، كل هذه الإشارات والإشاعات جعلت الأسر البشرية المتصارعة من أجل البقاء تحجم أول الأمر عن الاتجاه إلى أدغال النيل سعياً إلى الرزق. فلا جدوى من وفرة الرزق إن كانت تعرض حياة البشر للخطر، ناهيك عن أنها تعرض الجنس كله للانقراض.